بس أنا ما بعدين خشيت مع جوزي. منيح كويس، هي ثاني جرعة أنا عم باخذ. والله الإجراءات بالجرعة الأولى كانت كثير أحسن، بس هلا ما بلومهم الشباب، السيستم داون، الكمبيوتر خربان، فالناس اللي برا دخلوا 50 واحد دخلوا قبلنا، أنا صار لي ساعة ونص جوا، فما كان لازم يدخلوا 50 واحد لأنه في 50 جوا، 50 برا و50 جوا أهون، لما دخلوا 50 التانيين دخلوا قبلنا، فهذا كان هلا شوي غلط إنه لا تمام ولا أحلى من هيك. الناس بس عاملين فوضى، الناس عاملين فوضى، كل واحد يعرف دوره ولا في أحسن منها. أول جرعة كانت سلسة وكتير منيحة، بس هلا اليوم مش عارف ليش هيك عاملين الدنيا، هي ما فيش، خذ غزها الإبرة واطلع. منيحة كويسة اليوم، اليوم بيقولوا لي لأنه كان في معطل الأجهزة فصار ضغط كتير. هاي أي جرعة؟ الثانية. الحمد لله رب العالمين. لا الحمد لله، الإجراءات كويسة، كان في عطل في السيستم لكن مشوا الموضوع بسرعة. طيب هاي أي جرعة لك؟ هاي الثانية. والله الإجراءات سهلة، الواحد سجل على المنصة وأخذ موعد، واللي بيجي موعد بفوت بالطعم وبعطوه موعد للجرعة الثانية وبرضه بيجي على الموعد بالطعم. أنا والله فاتني الموعد لأني أنا كنت مسافر في دبي، فاجيت اشوف الاليه، قالوا لي بنزلوا لك موعد جديد على المنصه اوتوماتيك ان شاء الله، فانتظر على المنصه ان شاء الله. ممتازه جدا، ابدا ابدا، الحمد لله الحمد لله كل شيء تمام، والتنظيم بجنن بجنن. مع انه كان في شويه صار شغله انه صار السيستم كله داون، بس هلا مشوا كل العالم، ما بدي، بس المشكله بالعالم تتكون فوق بعض، ما في تباعد. الحمد لله سلسه وما فيش مجال للكلام. هاي اي جرعة؟ الثانية الحمد لله، ولا شيء الحمد لله. استنيت ولا؟ لا 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 ما فيش، على طول تدخل تاخذ جرعتك وتروح.